أن يذكر اسم الله عند الذبح، فمن تعمد عدم ذكر اسم الله عند الذبح فالذبيحة ميتة، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء في من نسي التسمية، هل النسيان يسقط الحكم؟ محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال لا يسقط الحكم فتكون ميتة، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النسيان عارض من عوارض الأهلية، ومن نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال بسبب النسيان، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت. ولما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.